اخوتي المغاربه مرحبا بكم. تلقيت مئات ديال الاسئله بخصوص الخادمه كنزه المهداوي. هاد السيده خصها تشد ولا ما تشدش؟ انا كنقول كصحفي كنظن وكنعتقد انها خصها توضع في الحراسه النظريه. نعطيكم الاسباب الف باء جيم دال. قبل ما نعطيكم الاسباب علاش السيده خصها توضع في الحراسه النظريه هي والزوج ديالها، علاش؟ قبل ما خصني نوضح لكم واحد الاشياء اللي كيتبعنا حنا، كتعرفوا حنا ما كنقولوا حتى شي واحد يتعتقل، دائما كنقولوا حنا ما كنحملوش الاعتق، فما يمكنش شي هذه الحاله ونقول الاعتق، انا باقي منسجم مع راسي. اذا هذه عقلوا عليها حنا مزيان. جوج، الى حطينا الانسان في الحراسه النظريه عقله المغاربه لا يعني انه داير، راه ملي كيشدك البوليس ولا امر بالايداع لقاي تحقيق راه ماشي كيعني انك تثبت، كتكون واحد الموجبات اما لضروره الباحث داك السيد غيمشي يدمر الادله كذاك، ماشي كيعني انه داير، اللي كيدير هو القضاء الموضوع. حاجه اخرى نوضحها مزيان اخوتي المغاربه، وانه غنناقش اليوم كنزه ماشي كمواطنه، هي ديك كنزه اللي شفتو فيزيك ديك السيده، ديك السيده بقات فيا بصح ومعليا، ولكن غنناقش كنزه كحاله عامه. كاينه كنزات، كاينه خادمات، وضعيه الخادمات في البيوت، المعاناه اللي كيعانيو ومن خلال هاد المواطنه كنزه. ثم كيعنيني ايضا اكثر هو الاجراءات القضائيه المتخذه في ملف كنزه، هل كانت سليمه وموفقه؟ ثم واش النيابه العامه في المغرب والسلطات واش كيكون عندها نفس السلوك تجاه قضايا اخرى؟ مثلا عندك السيده مهرسه من منخرها من ظهرها من كذا من كذا، كاين الشهود، كاين كاين كاين، واش النيابه العامه مشينا لديك المحكمه اللي تابعه لها الواقعه، واش قلبنا الملفات، هل تتخذ النيابه العامه نفس السلوك ام ان السلوك ديالها اليوم يعني مختلف عن باقي؟ هذه كلها اسئله. انا كنقول ان هذه السيده خصها توضع في الحراسه النظريه، ماشي معناها انها دايره ابدا. تقدر تكون هذه المشغله مسكينه ما عندها حتى علاقه، تقدر تكون هذه السيده وهذا السيد ما عندهم حتى شي علاقه، تقدر تكون مسكينه هذه السيده اللي كتهمهم اما شكا اما وقع لها شي دوخه، اما شي واحد غرر بها وضغط عليها باش ياديو دوك الناس، اما لمصالح إما. ويقدر يكون تبعوا هذه، وتقدر تكون بصح المشغله دايره هذا الشيء وكنزه الخادمه عندها الحق. اذا انا ما مع هذه ما مع هذه مزيان، ولكن انا مع واحد النقاش قانوني غينفعكم مزيان المغاربه. دابا هاد السيده نحن امام فعل خطير، دابا الاصابات والضرب فيه وفيها. تصور ممكن تجي عند البوليس ولا المحكمه، السلام عليكم السلام، ضربني عمر، ضربني عزيز، فين ضربك؟ ضربني هنا وراه كيضر لي هاد الكتاف، كيضرك هاد الكتاف، اش كيدير معاك المخزن؟ عندك شي شهاده طبيه؟ ما عنديش. وفوكاش ضربك؟ ضربني وضربني، وكتقول انت اللي بغيتي ضربني وانا مضرور، وانا اش كيدير لك بعض المره البوليس ولا بذكاء النيابه العامه؟ كيبقى سير جيب لنا شهاده طبيه. علاش؟ اولا ملي كتجيب انت شهاده طبيه كتثبت شي حاجه كيتاكدوا انك مضروب. جوج، وهذا ذكاء من المخزن في هذا الجانب، بعض المرات شي واحد كيكون شكي ومغرغر ملي كيقول لك سير جيب شهاده طبيه كيعطيك فرصه انت فين تراجع تقول ما ناقش عندي هذا الشيء، وكتصالحوا بيناتكم مزيان. ولكن ملي كتجيب الشكايه خصنا ملي كيتثبت دابا الضرب في جوج مستويات المغاربه، الا ضربتي واحد الانسان وهذاك الضرب اللي ضربتيه لم يحدث عنه اي عجز كيفوق واحد 21 كيكون ضرب كاينه الجريمه، عندك واحد العقوبه ما عقلتش عليها ممكن توصل لعام ولا المهم الفصل هو 400 من القانون الجنائي، وكاينه 401 من القانون الجنائي، الا ضربتك وترتب عندك شي واحد لمده عجز فات 21 العقوبه كتوصل حتى ل 3 سنين. دابا غنمشيو للحاله ديال الكنزه، اش من فصل بعدا غنطبقوا؟ علما انه كاين مشاكل في هادشي المغاربه، كاين مشاكل عظيمه. تصور بعد مره كيجي شي واحد عند البوليس ولا عند كذا مضروب ومضروب، ولكن ذاك المضروب باقى حالته الصحيه ما استقرتش، كيتصرف مع القضاء؟ تصور بعد مره كتجي انت مضروب من هنا وكتحاكم وذاك السيد كيتحكم عليه بخمس شهور مثلا، خمس شهور ودي راه وقعت، من بعد ذاك السيد اللي كتقول ضربه تحكم خمس شهور دوز الحبس ديالو وخرج، ولكن انت ذاك المضروب تفاقمت الضربه وتحولت الى عاهه مستديمه، فقدتي فيها رجلك مدى الحياه، اذا راه ولات جنايه. علاش بعد النيابه العامه كتكون ذكيه اللي كتشوف كتبقى تتاخر في الجلسات حتى كتجيها الشهاده الطبيه وتعرف باش الا كان السيد عاهه مستديمه كدير كتلتمس عدم الاختصاص باش تمشي للجنايه، لان مشكله تزرب فعلا. بحال دابا الحاله ديال كنزه، تصور دابا كنزه لا قدر الله، الله يحفظ، وماتت. تصور عاد السؤال، ماتت والفاعل المشتبه فيه حر طالق كيتسالى ويقدر يخرج لبرا، كيف غيكون الوضع ديال النيابه العامه والدوله والسلطات؟ افترضوا ماتت دابا كنزه، والخطوره قاضيه راي عام كنزه، راي العام تبعها. علاش بعض المرات السلطات النيابه العامه قد واحد السلوك احترازي؟ لان النيابه العامه ماشي بحال القاضي الموضوع، شتي المغاربه هذاك القاضي اللي تيكون وراه صوره جلاله الملك والقران جالس في المنصه، هذاك كيتسمى قاضي موضوع، قاضي الحكم او لا قاضي الرئاسه، هذاك ما كيعطيش شي حاجه حتى كيكون عنده ادله يقينيه. دليل مأكد مليار في المية، هذا ستيلو.
ماشي يقدر يكون معلقه، لا النيابه العامه ما عندهاش مشكل، تقدر تقول لك هذه واش مسطره ولا ستيلو، خدمتها دايره هكا كتحرك البحث ولا كتحرك الفائده، واخا يكون على الشك غير بالشك. قاضي التحقيق هو جابينهم بين النيابه العامه وما بين قضاء الموضوع، خصو تكون عنده واحد الادله كافيه، ما مطلوبش منه هو يقتنع مليار في المئه، ولكن عنده ادله انك هذا هو الفرق بيناتهم. اذا هذا قاضي الموضوع ما غيمكنش يهضر معاك ولا ينطق عليك باسم جلاله الملك تيكون عنده اليقين. استنادا لواحد المقوله شهيره تيقول لك الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال فسد به الاستدلال، الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال فخصك مليار عشرات المليار في المئه عاد كتصدر النيابه العامه لا فعلها وقائي احترازي ويشرط غير شكت فيك هذا يقدر يكون دايره. دابا انطلاقا من الشك ومن هذا القرار يعني نبداو نشوفوا الواقعه ديال علاش قلت انا ربما خاصها توضع المشغله والسيده في حراسه نظري ماشي لحقاش دايرهم ماشي انا باغيهم يكونوا في الحبس. انا نعطيكم ادلتي علاش نزولا عند طلب عدد من الاخوات والاخوه. اولا احنا ماشي امام فعل هو وهمي، لا احنا عندنا الشخص يجي كيقول لك انا ضربني فلان وفلان وفلان وفلان، وانت كبوليس ولا كجندرم ولا كشرطه تعاين بام عينيك المنخر او اثر الضرب، هذا ما ضربش راسه، شي واحد ضربه، شي واحد ضربه، وانت امام واحد ضرب خلينا من الضرب المزمن القديم، لا كاين اللي منخر هذه اذا الجديده عاول البارع سيمانه منخر من فوق لك دونك ضربك شي واحد، شي واحد خصو يكون تحت ما يمكنش شي واحد ضربك على جديد، لان عندنا منخر شفنا احنا المغاربه في العالم شكون ضرب هذا السيد مؤخرا؟ تبعوا معايا اخوتي المغاربه، اذا عندنا منخر من فوق. واحيانا المشتكي قد يتحول الى شاهد ما يطالبش بالمطالب المدنيه وكيتحول هو من القضاء الى شاهد ذاك الشخص اللي وسمعوا معايا دابا هذا السيد اش كتقول؟ كتقول شوفوا ضربته بالمقله وشوفوا الضرب كيفاش داير. ملي باوي خصني واحد المقله قاسها عندها، واحد المقله الطيبه حتى ثلاثه ليالي ديالها كضربني هنا وهنا سيما ولات كضرب ما عندهاش المشكل ولا حتى في ظهري فهمتي كضربني لا منيت كلشي كيضربني هادشي كله بقى كيضربني وعلى ودني فهمتي على ودني غير هكاك بوحده حتى بدات كضرب فيا واحد النهار. اذا عندي شخص طبيعي طبيعي جاو تيقول لي انا والبوليس كيشوف ولا الشرطه مع ولا الدارك اللي سمعوا لها كعتقد الجندر ها انت كتشوف من خري من فوق وانا ضربني فلان استمع ليا كمشتكي ولا كشيء انا ضربني فلان فلان اللي ضربني فلان ضربك فلان شنو هو الاثر؟ ها هو مزيان سؤال واش غنقول ضربني فلان عم تمشوا الناس؟ اذا نبقاو نعزوا دابا الضابط تلقى في اطار البحث التمهيدي كتجيك شكايه كتجي كتبقى تجمع الادله اذا ضربك فلان شكون خور ضربك؟ ضربني حتى راجلها ضربني راجلها بواحد العصا غليظه وهي باقي كيضرب فيا في الودان ديالي بحال مدلك غليظه على مدلك واحد شويه باقي كيضربني فيها في ودني. اذا القرينه الاولى عندنا شخص يدعي تعرضه للضرب من طرف فلان وفلانه هذه الارضيه الاولى بالنسبه عندنا الثانيه ولا كانت السيده ضربني عاك تكذب لا عندنا طبيب يقر بوجود كسور يقر بوجود اعتداء هضره العلم ماشي القضاء ماشي شو هذا الطب يعني علم مستقل واش كيقول لك هو ما تيقولكش الطبيب شكون ضربه انا اقر هذا الجسم هذا تعرض لكسور اسمع الطبيب اش كيقول لك البارح النهار كله هي ناعسه لان مسكينه كانت في واحد الحاله ديال الارهاق دونك الحمد لله ملي درنا الفحوصات ملي خرج داكشي كان واحد الهول واحد الفاجعه زعما واحد الفاجعه كبيره لان لقينا عده كسور داكشي بين شي حاجه اللي مزمنه يعني ان هاد السيده مشي معك بتتبع باش ما نساو حتى حاجه. بالنسبه للراس داك اللحم ديال الراس الفروه ديال الراس كلها مضروبه كلها. ثانيا عندها كسر في العظم ديال الدماغ ديالها على اليسر ولكن الحمد لله المخ ما مقيوش ولكن باش يتكسر هذاك صافي دير لو شوك يكون كبير حيت لو فرونتال واحد لوس اللي هو قاصح يعني باش يتهرس يعني خصك واحد الضربه تكون قاصحه. لقينا ضربه في الودن مع واحد ليماطوم تجمع لها الدم في ودنيها داكوغ. بالنسبه للصدر لقينا عندها سكون ابيل لي فراكسيو دو كوت الهرسات في الضلوع عندها اربعه على اليمين وخمسه على اليسار. الحمد لله الالطف الالهيه دوك الكسور ما قاصوش ليها الرئه لان الريحه دايره بحال شي نفاخه الا قاص شي حاجه يقدر لحظه ديك الرئه تفرقع. الحمد لله بعد داكشي ما قاش دوك ملي شافها الاختصاصي قالنا ودي هادشي غير الدواء ما كيصلحش ليه الفتيح. نرجعوا للظهر الفقريات ديال الظهر تقريبا واحد الربعه مهرسين زائد اسفل الظهر حتى هما اربعه اخرين مهرسين يعني هاد السيده
كاين لي شوك بزاف. اذا عندي السيده كتقول ضربتني فلانه، وعندي الطبيب يقر بهذه الكسور كامله، وعندي ضربه ماشي كسور، عندي حتى الانف. شوف شو المنخر عاوتاني. بالنسبه للانف ديالها، ملي جات السيده اللي مكلفه بهذه الاختصاصيه ديال الانف والحنجره، لقات ايفيكتيفمون عندها كسور في الانف ديالها، ولكن حيت كاين واحد الالتهاب وداكشي منفوخ، قالك باش تكون داكشي استيتيك ما غاديش نفتحوا لها دابا، نقدروا نديروا ارجاء العمليه حتى تفشلها بعدا وجهها شويه. سمعتوا عباره ديال تفشلها وجهها؟ اذا سهله هذه. شحال من عام ضربها الاستاذ في الصور؟ راه وجهها يبقى ملي كانت كتقرا في التحضيري وهي في عمرها 27 يبقى وجهها من فوق. ضربتها امها في شهر مارس يبقى وجهها من فوق 7 اشهر. اذا ما معنى وجهها من فوق؟ باقي اذا الضربه حديثه. فين كانت جغرافيا؟ فين كانت؟ فين كانت هذه البنت؟ مضروبه. اذا هذا الطبيب عندها ضرر ماشي غير مادي، عندها ضرر كذلك حتى نفسي. بالنسبه للسيده ديال التتبع ديال الطب النفسي، هذيك غادي دير معها حصص، لان هاد الناس اللي كيكونوا بحال هكا، اللي كيكونوا هاد الاعتداءات وداك الشيء، خاصك واحد شويه ديال الوقت باش الناس كيرجعوا لحياتهم الطبيعيه. هادشي ما يمكنش تعطي الدواء اليوم غدا بين الليل شي موضوع حاها كيوليو لاباس، خصهم واحد المواكبه ديال الحاله النفسيه ديالها، وهادشي ان شاء الله اللي غادي نديروه. علاش كنقول لكم توضع المشغله وراجلها في الحراسه النظريه؟ ماشي انا باغي لهم الحبس ابدا. ها واحد النقطه، اش قال لكم هنايا الطبيب؟ قال لك هاد السيده راه كتخضع لمواكبه نفسيه، طبيب نفسي، بمعنى السيده مريضه نفسيا. علاش نعطيكم واحد الفكره باش تفهموني، بعض المرات كتكون كسيده في الطريق، واحد كيموت واخا عنده راسو راس واخا، علاش المشرع، علاش السلطات كتعتقل ذاك اللي قتل؟ العدد من الاعتبارات، اول حاجه حمايه لذاك اللي قتل، لان اهل القاتل غيقتلوا الشيفور. كنشدوه باش كنحميوه بعدا بينما، ثانيا ذاك اللي تمات لهم كيتهدد النفوس، القاتل بعدا راه مشدود. دابا هاد السيده اللي هي كنزه خادمه، اللي اذا هي مرفوعه نفسيا، هو الطبيب قالها، قال لك هي كتخضع المواكبه نفسيه الدواء. الا مشات في الطريق كنزه وخرجت في المشغله ديالها، مشات دابا للمحلبه ولقاتها، وهي اصلا كتعيش ازمه نفسيه. اذا هذا اعتداء اخر على الخادمه، خاصها ما تشوفش اللي كتعتبرها كرفصتها. اذا هاد الخلفيه ما نقولكمش لا شافتها غتعتدي عليها، ماشي هذا هو المقصود، ولكن من اهم فكره هو ان ديك اللي كتعتبر راسها ضحيه ديال واحد السيده، نفسيا كنساعدوها، ماشي نخليوها تشوف ذاك الشخص اللي كتعتبر راسها هي. ها علاش الخلفيه ديال الوضع في الحراسه النظريه؟ غنعطيكم قرائن اخرى طبيب نفسي. الشهود، دابا اش قلنا السيده قالت تقول لك ضربتني فلانه، جوج عندنا الطبيب كيقول لك كاينه ضرب وكاين كسور وكاين اصابات، كاين الشهود كذلك يشيرون بالاصابع المعنيه بالامر. اش كيقولوا هادو؟ الا جبد المحاضر القدام غيلقى بان كل شيء تتقول لهم ذهب، كل شيء تتقول لهم هي اصلا تقول لهم تهريه. كيقول لك هذيك السيده المشغله فايت دات الناس المخزن وكتقول الخادمه عندها مشاكل، كتقول لهم راه سرقوا لي الدار، كيما دارت مع هذه الخادمه. اسمع لا تتهمهم كاملين اخويا، كاع بنات مساكن تما المنصوريه، حيت ملي ما تتكونش تيجيو يخدموا عند الناس، وانت تتعرف مساكن المساعدات يعني ضروري تيتحتشوا وتيبقاو يشكيو راه حنا ماشي سرقنا ولا ما سرقنا، وتيدخلوهم الناس لان تيثقوا فيهم، حيت هي في ذاك لابيسين تيتفرجوا الناس شنو تدير لهم وتيخافوا منها، تيقولوا غادي تشدنا، وتعرفتي الناس ضعافة راه ما عندهمش حتى فلوس طوبيس، راه تيحضروا راسهم وتيمشيو، وكاينين تما من الحراس اللي خواتاتهم ما مخلصينش. راه هادشي اللي وقع لي في المبنيه هذه في كنزه، انها مشات تقاتل ما عندهاش باش تخلص. تيخافوا منها في لابيسين هاد السيده. شوف هذه شهيده دايره جارتها قريبه لها، سمعوا على الشهاده كيفاش داير. ثم كتقول لك هاد الشهيده كتهضر على واحد المراه وقعت لها مشكل مع المشغله، قالت لك خواتي بسبب ديك المشغله. شوف دابا على الهضره، واحد السيده نيت تما كانت واصله معاها المحاكم، راه حتى حد راه حتى حد ما هي مسكينه عاودت لينا، راه دابا قالت لينا بسلامه راني خويت راني خصني ندوز الصيف عاد نجي لداري، راه مسكينه وقفوا معاها ناس من دوزيام ترونش. عاوتاني الشهيده اللي كتقول لك السيده فايته كتعدى على الخدامه، وسامعوا هاد الشهاده. كان هاد الشيء اخويا كان تنقدر، الا قدروا الحراس وعرفوا بانها راه ماشي قضيه، تنقدر الا كانوا بغاو يدعموا هذيك البنت مسكينه واللي تيسكت على الشهاده راه شيطان ونأخرس. انا احنا بعاد، احنا كاع ما ساكنين وما دوزناش هذا الصيف، تنبكيو ليل ونهار، تنظن هذوك الحراس وهذاك الجارديني واللي هو قريب تيكونوا قراب، تنظن خصهم يدويو لان خصهم يعرفوا بان السيده راه ما قضيه ما والو، وهما راه عرفوا البنت يعني غيعرفوا شكون هي مولات الفعل، اما الشعب راه باقي ما عارفش شكون هما.
سمعتوا على تصريحات شحال خطيره، وقالت واحد الكلمه قالت لك كتقول لهم هي قاضيه. دابا هذه الهضره كيقولها هي، وهذا الشيء ولد حتى على لسان كنزه بانها يعني هي راها قاضيه. بعد هذه الفكره ديال القاضيه، هذه الفكره ديال انا قاضيه وراجلي كولونيل وسمعناها كيفكرني في السلطه. كان واحد الوقت واحد الماده كيسميوها الناطق الرسمي باسم المحكمة أو النيابة العامة. دابا كيفاش واحد القضية كتشغل بال الرأي العام العالمي ماشي على المغربي دابا، وفيها واحد السيدة كتقول أنا قاضية، يعني كتسيء لسمعة جهاز ولا سلطة. اليوم القضاء راه سلطة سلطة سلطة، ممكن تقول وكتسيء الكولونيل، ما عرفناش من الكولونيل واش في الجيش ولا الجندارم واش في البوليس، وما كاينش تواصل. وحنا في واحد الوقت قلنا عندنا الناطق باسم الحكومة، وقالت لينا فين مشى ذاك الناطق، عفوا الناطق باسم المحكمه او النيابه العامه. على حد المسؤولين القضائيين على ضروره التواصل مع الراي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدا الدستوري المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومه، وتنويرا للراي العام حول ما يتم تداوله من اخبار في وسائل الاعلام او في الوسائط الاجتماعيه. تصور قضيه بحال هذه لما تواصلتش فيه المؤسسات ديال الدوله وتخلينا فريسه الاشاعات، واش قاضي راجل ولا ماشي قاضي؟ كيما بودريقه قضيه قد السخط ما تواصل معنا حتى واحد، ولينا كنشوفوا واش كتقول النيابه العامه ديال المان، واحد يقول لي واه المصدر، واحيانا كنلقاو شي خبر كيوقع التواصل فيه شي واحد شدوه عنده شي جوج جوانات كذا وكتلقى فيه بلاغات. ولكن دابا هذه قضيه خطيره، قضيه راي عام وبنت والمشاعر ديالنا تهزت، وحديث على ان السيده راجلها قاضيه وراجلها كولونيل، ولكن ما كاينش تواصل. وفين هو ذاك الناطق الرسمي؟ دابا انا كنسول في علاقه بهذه الخطوره. شوف واحد الفكره اخرى، علاش قلت لكم هذه السيده من تنقول مثلا توضع في حراسه النظريه، راه ماشي كنقول دايره، راه تقدر تكون هذه المشغله مسكينه بريئه هي وراجلها، ولكن لضروره البحث. علاش؟ انت الاولى كتقول لي ضربت فلان، عندي هذه القرينه الاول، زيد اعطيني حاجه، عندي الطبيب تيقول لي هذا الجسم هذا مفرشخ، ما يمكنش واحده بقات كتهرس في الضلوعه شي واحد فرشخه. عندي الشهود، الشهود كيقولوا بان السيده فايته وقع لها وقع لها وقع لها. اذا علاش كنحطوا الحراسه النظريه اهم؟ ماشي لحقاش داير، لان ذاك الشخص اللي في دائره الشبهه كان كنمنعوه ولا كنمنعوه يمشي يدمر لنا الادله. دابا الا بغينا نشوف هذا الفعل شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشوفو الكاميرا، الكاميرا ديال المشغل عندها كاميرا ولا ما عندها؟ السؤال. ولا سمعت هي هذا الشيء اش كاتب بها؟ عرفتي تحيد الكاميرا عتمسح. علاش كنحطوا الشخص في الحراسه النظريه؟ باش نكبحوا جماحه، باش نمنعوه على انه يمشي لعندو شي سجلات تليفونات كيمشي يغبرهم، يقدر يمشي عند الشهود يدور معاهم، يقدر يأثر. علاش كنشدوك في الحراسه؟ راه ماشي لقاش داير، لضروره البحث، كتسمى لضروره البحث، حتى كينفوفيو البحث. انت عندنا واحد القرائن كذا كذا، واش عرفتك اخويا غتلاقى الشهود وتقنعهم وتضغط عليهم؟ هيا السيده مصرحه يقدر يطلقها شي واحد مثلا، وعندك كاميرا غتمشي تحيدها، عندك تسجيلات صوتيه غتمشي تحيدها. اذا من انطلاقا من هذه الفكره، وهي السيده كتقولها، كتقول كاين كاميرا تما، ها انتم هاد الشهيده كتقول لك كاينه كاميرا، ها هي الكاميرا. السيده انا سامعها راه دايره الكاميرات، لان ملي تخرج تخلي معها الوليدات مراقبه وليداتها، ولكن تنظن هذوك الكاميرات غيكونوا مراقبين تديك البنت، تنظن الا تفرغوا الكاميرات راه ما حتى حاجه ما غتخبى، ما خطا الا مسحوا داك الشيء. احنا ما عرفناش الكاميرات واش مشاو خذوهم واش تحيدوا، او الكاميرات طلعوا على تعليم الشرطه ولقات حاجه اخرى لفائدة المشغلة. ولكن في كل المطاف نحن ضحايا وفريسة ديال الإشاعة، راه خصنا نتيقوا في مؤسساتنا، راه الإشاعة تقتل، راه بلادنا كياكل لي دماغي. عاد شحال ديال المواد الإعلامية خارجة اليوم قاتلة، وفي بقى كيبان لك المغرب بلاد غابة بعض المواد الإعلامية، وأحيانا ما كنبغيش نهضر مع بعض، راه كنلقى واحد السيبة عرفتي بلادنا كي كيدير المشغلة وصافي قتاله، وهي اللي ضربته وهي واحد كافره بالله. باش نستدروا حنا العطف الناس نقتلوا المهنه ونطوروا على اختصاصات ماشي ديالنا ديال القضاء. تصور عوض الاعلام خصنا نساهموا في تهذيب سلوك الناس، في الرقي بالذوق، نولي حنا دابا المصيبه ديال الميكروفون ماشي ما كنعممش، ولكن شفت شي مواد والله العظيم والله العظيم للسيبه، وكيتهم المشغله ليش قتاله ودباحه ودارت، وهي اللي دارت ودارت 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 ودارت. خلي هذاك الشيء بعدا في دائره الشك. دابا هي التسجيلات الصوتيه خاطئه، هي دابا السيده كتهضر على الكاميرا، واش هاد الكاميرا واش تحجزت؟ واش هاد الكاميرا غيتم؟ سمعوا المغاربه شنو قلنا؟ انا دابا نعاود لكم هاد الشيء اللي اهميته، واحد عندي السيده كتقول لي ضربتني فلان، جوج عندي الطبيب تيقول لي عندي الكسر طقطه، عندي الشاهده كتقول لي ايه هاد السيده فايده، والرابعه شنو هي؟ عندي مم المعنيه بالامر كتقول لي ضربت بطرشه،
تقر بوجود شريبه. سمعوا الام تقول لك كاينه طرشها بنتي ما تكرفصاتش عليها. انا كنقول لك نقدر نقول لك طرشتها ملي لقات كاكا في الكسرونه كاينه. هنا الفصل 400 من القانون الجنائي واضح. انا ما عنديش نقدر ننشر لكم في المونتاج كتبوا المغاربه 400 في القانون الجنائي هذا الشيء اللي قالت الام ينطبق على بنتها. كل من تعمد ضرب واحد الشخص هي ضربه طرشه. اذا تعمد ضرب واضح الجريمه. اذا ترتب عندك الضرب واحد الاعاقه ولا ما عاد كطيح في فصل 401 ولكن 400 دابا ثابت بشهاده الام ديالها. اذا ضربتها علاش قالت لك خاتها دايره شي كاكا دايره شي كاكا في شي كاسرونه وضربتها. اذا الام اذا كاين عنف كاين جريمه. اذا هنا اقرار بوجود جريمه. زيد هذه للشرطه وللدرك الملكي. السيده كتهم عندي الطبيب تيقول لي راه كاين كسور والضرب والجسم كله مفرشخ. عندي شهيده وعندي ام المعنيه بالامر. هذا الشيء كامل ولم توضع في الحراسه النظريه. يعني انا ما عرفتش ربما انا ما عنديش معطيات كافيه اللي عند السلطات ولكن فقط في دائره. اذا شنو قلنا كاينه الطرشه. العنصر الخامس واقوى من الطرشه كاع ولو ورا الطرشه داخله فيه هو انه وجود نزاع. لان بعض المرات تقدر تقول لي علاش غتهمني انا شنو مصلحتي؟ المهدي نقدر نتهم شي واحد ونقول له انت اللي ضربتي هذا فلان. اهم حاجه دعبتك شنو هي مصلحتي نضربه؟ شنو هي مصلحتي نشد فيه بالزور؟ ولكن الا لقينا المصلحه وجود مثلا نزاع. سؤال هذه الخادمه مع واش عندهم شي نزاع ولا الامور كانت طبيعيه؟ اذا كانت الامور طبيعيه صحيح. لا كاين نزاع. كاين وجود نزاع هذه اقوى قرينه. وشكون اللي يقول لنا كاين وجود نزاع؟ تقول لنا الام. ها هي غادي تقول لنا كاين نزاع. سمعوا. هي لقاتها كتعطيها كاكا لولادها. كيفاش؟ لقاتها كتعطيها كاكا لولادها ودلات بهذا الشيء امام المسؤولين. عباد الله شوف ولدي ما بعيد الا الكذب وحبل الكذب قصير. راه نقدر نمشي مع هاد الناس جوج كابو. راه هاد ولدي راه هاد السيده راه نهار الاول قالت لهم عندي 17 عام مول الطاكسي ومول الطاكسي خرج بواحد الشراسه وبواحد 17 عام. البنت عندها 28 سنه ودخلت 29 سنه وعندها عقده من الرجال وعندها عقده من الزواج. وهادشي علاش قلت لبنتي نهار الاول صيفطها بحالها قبطات الكسخون حاشا المستمعين الكرام وحاشا المغاربه داخل المغرب والخارجه ودارت كاكا في الكسرونه. ملي شدتها قالت لك لقاتها داخله بها الكوزينه قالت لها شنو بغيت؟ قالت لها باغي الشيطان انا ما لقيت فين ندخل التواليت ودرتها في الكسرونه. بعد هاد الام عطاتنا واحد الايحاء حتى هي طرف في هذا النزاع. قالت لك قلت لبنتي واحد المره صيفطيها. اذا هذه الام ما كانتش قابله ديك البنت وفايته كتقول لها حيدي عليا صيفطي هذه السيده بحالها. علما ان هذه الام كاينه واحد الملاحظه غريبه وهي انها كتقول لك انا كديرها بحال بنتنا ياك. مثلا هذه من الحوايج اللي جاتني انا غريبه. مثلا سمعتوا واش كتقول كاكا؟ مثلا كتقول الام كتقول البنت عزيزه عليا. هذيك البنت عزيزه عليا. مالك باش هذه المعلومه؟ وحده اللي غتعطي كاكا لحفايدك كاكا وحده اللي غتخرج للمجتمع وتهم بنتك بواحد التهم اللي غرق لها ماشي غشقف كيفاش غتكون عزيزه عليك؟ عطات كاكا لولادك لحفايدك كتعطيهم كاكا والمعزه منين كتجي؟ من الفضائل من المعامله هذه كتعطي كاكا كتعطي السم لحفايدك كيفاش غتكون عزيزه عليك؟ دي غريبه ان الام كتقول البنت عزيزه عليا وكانت بمثابه بنتنا. هذيك البنيه كانت بمثابه بنتنا. بنتك وغتعطي الحفايد وبنتك وغتخرج تشهد بمثابه بنتنا. البنت كانت عزيزه عليا ولكن في واحد اللحظه اش كتقول لك؟ كتقول لك انا اتصلت بخو خو البنت كنقول له جديها ديها عليا. قال لك لا وحيها في البحر. علاش ما جاش عند اختو؟ علاش ما سولوش فيها؟ علاش ملي كنت كنقول لهم نجيبها لكم كيقول لك وحيها في البحر؟ اذا هاد البنت كانت ضحيه ما واخا نصدقوا الروايه هي ما قابله لا هذا لا هذا. اذا كانت هي محط شي واحد باغي يتخلص منها شي حاجه باغي تخلص منها باغي تلاوحها باغي تحيدها. انت كتشوفه كتعطيك هكا لحفايدك وفايت قلتي لبنتك دي عليك هاد الحيدي حيدي عليك وبغيتي تعطيها لماليها قال لك لوحيها في البحر. اذا هاد البنت تقدر تولي ضحيه ديال الضغط خصنا باش نخرجوها كان ديرو لها. وزيد كما قلت قضيه كولونيل عرفتي باش تقول انا كيفاش هي اللي شاريه تما كانت في فرنسا ودخلت ولكن ما عمرها بقات مشات. هي عندها شي وظيفه في المخزون مشابهه كتعلم لا والو لا الناس هي تتقول هي كل شيء اللي خدم عندها تتقول احنا سامعين هذا الشيء حتى الحراس تتقول لهم هو كولونيل وانا في انا دا... انا 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 قضاء استشاره ولا داك الشيء مستشاره قانونيه.
سمعتوا هذا الكلام شحال صعيب، قضيه التحقيق، قضيه كورونا، وكاينه حاجه اخرى اللي كتستوجب وضحها في حراسه النظريه وماشي باغي للحبس. كناكد لكم هذا الشيء، راه اللي ضروره البحث واللي فيها اتجاهيه. سمعوا هذه في غايه الاهميه، هذه الحوايج شنو كتقول لك هي؟ قلت لك هي امها كتقول لك طلبوا، شوف الاسره كيفاش كتعيش، طلبوا لنا الاعدام والسجن. يا الشعب المغربي يا المغاربه كنعرفكم حنان، واخا عيرتونا واخا سبيتونا واخا طلبتوا لنا الاعدام واخا طلبتوا لنا السجن. اذا المغاربه طلبوا لهم السجن والاعدام، يعني حمايه لهاد السيده راه خاصها توضع في حراسه حمايه ليها. مادام هاد الناس طلبوا السجن، وتصور شي واحد الاعتداء عليها دابا برا، مادام الناس بقاو كيطلبوا لها السجن والاعدام، يلا. يعني بعض الناس كيطلبوا الاعدام، بعض الناس كيطلبوا السجن. اذا حمايه ليها. اش كنقول الوضع في الحراسه النظريه؟ الهجوم شرس علينا. وكيكون نقد، وكيكون نقد بناء. انا ما كنقد حتى شي واحد، لا صحافه ولا منابر ولا انا ما اقول الحقيقه اللي هي الان اصبحت مره. لان الهجوم كان شرس علينا، وخصنا نبينوا الشعب المغربي والمغاربه والناس. يعني قضيه مؤلمه، خصوصا دابا ختمت بهاد. شوف مسكينه هاد البنت، خرجت من الاعدادي، شوف شنو المستوى ديالها. ثانيه اعدادي مسكينه، خرجت من الثانية. وعلاش جات تخدم؟ قالت لك امها عندها عمليه في العين، ما بغات دير عمليه، ما عندهاش باش تداوي امها مسكينه. شوف عمليه لامي، قالت لك علاش خدمت؟ قبل الوالد ديالي دار واحد العين، وقلت زعما نعاونها باش دير العمليه. يعني هاد البنت كتحتاج التضامن. شوف دابا بحال دابا هاد الاشاره، هاد البنت ثاني اعدادي، فين هو مسؤوليه الحكومه؟ علاش هي وبحالها بزاف، علاش ما كملتش قرايتها مسكينه؟ الفقر مسؤوليه الدوله ما قراتش هادي. وفين هو التطبيب والمجانيه والصحه؟ ها هو مغربي، الدوله ما داواتش الام معي، اضطرت البنت تمشي دير عمليه لامها، وماشي غدير عمليه لامها، وفي هاد العمليه مسكينه غتجيب لامها، ضاعت صحتها وكلات العصا. فين هما دوك الحركات النسائيه بعد اللي كنوضوا الحيحه في ايامات توفيق بوعشرين وفي ايامات عمر راضي وكذا؟ فين كاع ما بحال الدراويش مساكن كاع ما نفس الحيحه اللي كانت والاعلام والتغطيه؟ وفين هما دوك الصحف بعد اللي كانوا كيغطيو اللي ماشي مواطنه مغربي؟ دابا هذيك وكان قاصها شي صحافي، وكان الصحافي عمر دار لها هادشي، ولا توفيق، ولا شي واحد، ولا الزفزافي، ولا الطاوجني، ولا ايش كدار له في الصحف؟ الذئب المفترس، الذئب كذا، ما باين. واحد القضية أخرى، هذيك الحركة النسائية اللي كتبان ملي كتكون كتناقش على العنف داخل العنف ضد النساء، كيدير واحد الدفع تيقول لك أسيدي العنف داخل، خصنا نقلبوا على صياغ نثبتوا العنف اللي كيكون وسط الأسرة. المرأة وسط راجل، المرأة مع راجلها ما كنعرفوش، كيكونوا بوحديتهم، وخصنا شي وسائل، لان الدار مخزون، الراجل ضرب مرته، علاش ما كيهضرش على العنف؟ والبيت فيه على الراجل ومرته، فيش الخادمه، علاش ما حضرش الخادمه؟ وحنا درنا ترسانه وعندنا حتى في المحاكم راه عندنا واحد النيابه عامه، وعندنا واحد ماشي بحال الشيء كيدخل العنف ضد المراه. في الاخر كنشوفوا وقائع بحال هذه واعتداء بهذا. انا كنقولها مره اخرى، انا كنقول تقدر تكون هذه المشغله مسكينه بريئه لا علاقه لها، وتقدر تكون دايره، الله اعلم. ولكن اللي ثابت اللي ما فيه شك هو ان السيده تعرضت للاعتداء، شي واحد تكرفص عليها.